السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تفاؤل عماني ومناورة سعودية بالمركز ومحاولات إماراتية لإفشاله مع دخول اليوم الثالث لمفاوضات مسقط. وإلى التفاصيل. شهد اليوم الثالث من المفاوضات اليمنية التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط تطورات جديدة. على طاولة المفاوضات تتحدث التقارير الواردة عن استمرار النقاشات حول ملف القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان الذي تشترط القوى اليمنية الموالية للتحالف كشف مصيره قبل الدخول في مفاوضات الكل مقابل الكل، وهي خطوة تحاول فيه هذه القوى التي أجبرتها السعودية على الانخراط بالمفاوضات بعد أن ظلت تلوح بالانسحاب لعرقلة أي تقدم. لكن هذه المقدمة الصلبة لم تنهي توقعات العمانيين وتفاؤلهم بإمكانية إحراز تقدم ولو بملفي الأسرى وبما يتعلق بحياة الناس، في إشارة إلى المرتبات كما أدلى بذلك أبرز الخبراء، غير أن ذلك كما يبدو مقرونا باتفاقيات كبرى تضمح السعودية لها، وقد دفعت في بداية الأمر بأوراق للمناورة وأبرزها البنك المركزي الذي عادت وسائل إعلام سعودية لتحريكه للمناورة، حيث أفردت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مساحة واسعة للحديث عن تأجيل التصعيد الاقتصادي في عدن، ملمحة إلى أن ذلك التوقيف الذي فرضته السعودية قد يستأنف بقرارات أكبر في محاولة للضغط على وفد صنعاء الذي دخل المفاوضات مثقلا بكاهل المواطنين الذين يواجهون منذ بدء الحرب السعودية حربا وحصارا على كافة الجبهات. وخلافا للسعودية وعمان اللتان تحاولان إحراز تقدم، تبرز الإمارات كطرف ثالث وقد دفعت خلال الساعات الأخيرة بكل أوراقها في محاولة لإجهاض الجولة الجديدة، تارة عبر التصعيد بورقة العمالقة عسكريا مع تسجيل محاولات تفجير للوضع في الساحل الغربي ومأرب والجبهات الجنوبية، وتارة أخرى بالتصريحات لهيئة رئاسة الانتقالي التي هددت في آخر اجتماع لها برفض أي مخرجات. تعتقد الإمارات أن المفاوضات التي تحتضنها سلطنة عمان بين السعودية ومن تصفهم بالحوثيين تجاوزا لها وبداية النهاية لنفوذها في اليمن الذي خاضت فيه معارك وبنت فيها عشرات الفصائل، وكل طموحها تمزيق اليمن على أمل أن يشفع لها ذلك بمكاسب اقتصادية في أهم مناطقه جنوبا وشرقا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.